اعتزل التمثيل بسبب ضابط. اتهمته بان هو اعتدى عليها وهو قال لها هقعدك في البيت. من كام ساعة سمعنا ان الفنانة مريهان حسين اللي منتشرة باعمالها بقالها فترة بس قعدت فترة بعدها مختفية شوية، اعتزلت التمثيل تماما وقالت انها مش هتمثل تاني، ومحدش يعرف السبب ورا الموضوع ده غير سبب هي كانت قالته من فترة. 2016 اتخانقت مع ضابط في الشارع وهي راجعة من التصوير، كان معاها المساعدة بتاعتها، وهما راجعين وقفهم كمين وبدأوا في نقاش مع الكمين، والكمين حس ان هما مش مظبوطين، شاربين حاجة، معاهم حاجة. المهم فعلا تم تفتيشهم هما والعربية، ولقوا ان هما كانوا شاربين حاجة وهما راجعين، وفي نفس الوقت لقوا معاها نوع من انواع المواد المخدرة، كان ملازم ونقيب. نقيب ما عجبوش الكلام، بدأ يخش في حوار معاها، وطبعا مريهان ما عجبهاش ان هي تقف في كمين كممثلة معروفة ومشهورة، ويبدأوا يسألوها الاسئلة اللي هما بيسألوها لها، لكن فضلت تتنطط عليهم وتقول لهم انتوا ازاي بتوقفوني وازاي بتسألوني الاسئلة دي، انتوا ما تعرفوش انا مين، ما تعرفوش ان انا فنانة مشهورة، انا هقعدكم في البيت وحياة الضبابير اللي على كتفكم لخلي رؤسائكم يقعدوكم في البيت. طبعا الضباط ما عجبهمش الكلام ده وقالوا لها وحياة الضبابير اللي على كتفنا لنقعدك انت في البيت والا نقلع الضبابير ونقلع البدد، وبداوا في تحدي مع بعض. وقعدت من 2016 قضايا كتير، وفعلا اتحكم على الفنانه مريهان حسين واتحكم برضو على الضباط. مريهان حسين خدت حبس سنتين ونص و30 الف جنيه غرامه، والمساعدة بتاعتها خدت حبس 6 شهور و10000 جنيه غرامة. مش بس كده، الضباط هما كمان اتحكم عليهم ب 3 شهور سجن و20000 جنيه غرامة لكل واحد، بالنسبة للملازم وبالنسبة للنقيب. بس الكلام ده كله ما تنفش لان كل واحد فيهم عمل استئناف على الحكم، وفعلا كل واحد فيهم دخل الحبس اسبوعين بس. مريهان حسين والمساعدة بتاعتها دخلوا الحبس اسبوعين، وكمان الضباط اتحبسوا لمدة اسبوعين. فضلت المجادلات والمناقشات بينهم وبين مريهان حسين، لان هم خلاص كانوا حطوا بعض في دماغ بعض، هما الاثنين واقفين قصاد بعض وبيقولوا ان كل واحد هيقعد التاني في البيت. اصل المشكله ان مريهان وهي واقفه في الكمين بدات تتكلم باسلوب مش عاجب الضباط، فبداوا الضباط يردوا عليها بنفس الاسلوب. الموضوع وصل معاهم لدرجه الشتايم، وطبعا الشتايم والالفاظ زادت عن حدها من الطرفين، يعني هي كمان ردت عليهم، والكلام ده كان على كلامها في المحاضر اللي هي قدمتها. هي اتهمتهم في القضيه بتاعتها ان هم اعتدوا عليها، وهم كمان اتهموها بان هي كانت سايقه العربيه وهي شرب حاجة، وفي نفس الوقت كانت معاها مواد مخدرة، ده غير تهمة إهانة موظف أثناء تأدية عمله. والقضية فعلا بدأت تاخد مجراها بعد كده لحد ما اتحكم عليهم زي ما قلنا كل واحد، وتصفت في الآخر على أسبوعين لكل واحد. لكن مريهان طلعت وقالت إن هي اعتزلت التمثيل تماما، واضح إن هم فضلوا حاطينها في دماغهم لحد ما قرروا ونفذوا اللي هم قالوا عليه، لأنه صعب فنانة بعد ما وصلت للمرحلة اللي هي فيها، أيوة مش شهرة قوية قوي، لكن على الاقل كانت بدات تتعرف كويس، عملت 48 عمل فني، وفي خلال ال 48 دول بدات تطلع على سلم النجوميه، لكن جت في مرحله من المراحل بدات تنزل تاني ونجوميتها بدات تقل، لحد ما الاعمال اللي معروضه عليها هي كمان بدات تقل، وفجاه بدون اي مقدمات مريهان طلعت وقالت انها اعتزلت الفن اصلا، بعد ما كانت بتقاوح طول عمرها علشان تطلع وتاخد ادوار احسن. اكيد في حاجه مش طبيعيه، بس في الاخر التهديد اللي هم هددوها بيه اتنفذ وهي ما عرفتش تقعدهم في البيت. اكيد في الحاله دي يبقى هي فعلا كانت غلطانه، واكيد كان في تصرفات منها هي غلط، بدليل ان هي في الاخر اللي استسلمت. دي القصه اللي انتشرت عن مريهان حسين بعد اعتزالها.